إن شاء الله راح نتكلم عن المراهقة المتأخرة وعلاقتها بالنضج الجنسي البيولوجي. طبعا المراهقة المتأخرة بالنسبة للفتيات والذكور وعلاقتهم بالنضج الجنسي، في هذه الفترة يتم النضج الجنسي في هذا السن. طبعا اكتمال أعضاء الطفلة، أيضا اكتمال أعضاء الذكر، وأيضا البنت قد تبلغ في سن 13 سنة إلى 12 سنة، وأيضا في بنات يبلغون بعمر 10 سنين إلى 11 سنة، وأيضا الذكور يتم بلوغهم تقريبا بعمر 12 سنة. هنا يتم في المراهقة المتأخرة جاهزية الأعضاء الجنسية لممارسة الجنس بعد الزواج. يكون هاجس كبير عند الذكر وعند الأنثى تجريب العلاقة الجنسية، وبعض يعني الفتيات والذكور لا يستطيعون كبح مقدرتهم الشهوانية في هذه الفترة بسبب تراكم الخلايا والطاقة الجنسية المكبوتة داخل الجسم، وأيضا النفس تحتاج إلى التفريق الجنسي، وأيضا الاضطرابات النفسية والعقلية تستطيع أن تعمل على استهلاكها عن طريق العملية الجنسية لخروج الاضطرابات النفسية والعقلية، لأنها يعتبر بوابة لإخراج ما في النفس من أمور وتخفيف على النفس. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.